حاجة المشروع ده هيكبر كتير، يعني بدل مثلا قناة السويس ما بتشيل سفينة واحدة بتعدي بتخليها رايحة جاية، تمام، وبعد كده بتزود ايه مسافة العمق تحت بتاعت السفينة، تمام، اللي هو ايه بتزود، يعني بدل ما احنا بندخل مثلا 10 سفن في اليوم هندخل 20 سفينة في اليوم، فده كله ده دخل مصر، بيزود اقتصاد مصر. بس وهي على فكرة مساهمة فيها متهيألي 65 شركة اللي أنا سمعت عنه ده والمقاولون العرب بس. فيعني المشروع إن شاء الله أنا أتمنى كل خير، ويا ريت ربنا يتمم على خير ويخلصوه على خير إن شاء الله. بس ماشي، دي حاجة حلوة للبلد إن شاء الله، وهنفتح مشروع للشباب كله يشتغل، بس الكلام ده يكون بجد مش كلام وخلاص أو كلام مجلس أو إعلام، عايزين حاجة صح للبلد. أنا أتمنى كل خير للبلد. مشروع خصوص مشروع يعني شكله في البداية يعني حلو، يعني لو شغل ناس كتير، يعني شغل ناس كتير في البلد او كده. يعني بالنسبة للأسهم اللي فيه شايف انها هتبقى حاجة كويسة برضو، لو مثلا حد ممكن يحوش حاجة بسيطة مثلا يحطها على جنب ممكن يدخل بيها في كذا سهم، يعني هتبقى برضو جايبة معاه بكرة او بعده. يعني مشروع كويس، يعني بكرة وبعده ليه خير كتير. يعني على حسب مثلا لو انا مثلا كفرد مثلا كأنا مثلا لو صورتي مثلا في البيت او اصحابي، لو المشروع يعني اقتنعت بيه او كده، او اللي انا ممكن اجمع ناس اصحاب كتير تدخل فيه، ممكن ناس تاخده على هو مشروع استثماري مثلا تبتدي تحوش فيه فلوس او تحط فيه فلوس تستخدمها كده، يعني حسب هم شايفين يعني هم وجهة نظرهم ايه. يعني ان شاء الله نشارك مع الأسرة كاملة، تتابع المشروع. احنا من خلال القنوات هنشوف الدنيا فيها ان شاء الله، هشارك في المشروع وان شاء الله مشروع كويس لمصر للبلد كلها، وان شاء الله خير، يعني مشروع متوسمين فيه يكون كويس ان شاء الله وخير للبلد وخير لنا ان شاء الله.